وترى برشا بنات لابسين بيكيني ما تحكيوش مع بعضكم في الراديو. بليل رانا في راديو راني نفضحكم. يا نفراوية قلت لهم ما تسكتوش. لحظة لحظة بابا هنا نمشي للبحر وتبدا تغزر الانسان اللي لابسين. قول ما تسكتوش في الميكرو. قلت لهم ما تسكتوش انت ساكتة. هنا بابا نمشي للبحر وتبدا تغزر الانسان بيكيني. هو مش باهي نغزر الانسان بيكيني. نشوفك بابا من بعيد غير نحشم باش نقول لك. لا لا عايش بنتي لا لا عايش بنتي اغزر لي انا راني لا ضد الفن لا ضد حد شيء فهمتني. لا انت ضد الفن لو كنت ترفض هكا. لا ضد الفن معناتها انا بوك انا بوك عندي تو 20 عام نخدم في لا بابا في مثلت مسلسل برك انت ما نجمش ما خلصش فيه ما خلصش فيه. انت باش عيطوا لك يقولوا لك البس بيكيني معناها المقارنه نتاعك راهي غلطه ياسر. اصبري لحظه ساخن نكمل نحكي على السينما واني راجع لك. اولا بنيتي احتمال يقلبوك ما يخلصوكش في في السيكونسيات اللي باش تخدميهم بابا الفلوس فهمتني. المهم كارير الفني مش الفلوس. ثانيا الافلام هذيا اللي فيها العراء والقراء انا ضدها واعتبروني جاهل واعتبروني قديم واعتبروني كما تحبوا. رابعة سي بلال ولا تقول رابعة سياب عليك سياب انت راني جايك رابعة شنو رايك؟ انا سا ديبون اسكو في الفيلم هذايا عندها دور بطولة والفيلم هذا باش يبدل لها حياتها ويحل لها كاريرها وفي وسط ما تقصش عليا وفي وسط 30 مشهد اللي عندها ثم مشهد بيكيني ومشهد عمان والا عيطوا لها جوست للبيكيني والعمان خاطر ذوما حاجتين مختلفين. عيطوا لها فقط لجسدها لا بالطبيعه لا اما فما حكايه فما دراما فما فما لا المشهد موظف مش البيكيني. علاش ما شفناش موظفه كما قالت الاخرى علاش ما شفناش مشاهد في المايو في التلفزه في رمضان شنو؟ باهي سا ديبون زاد الكاميرا وين محطوطه. اعطيني رايك تو مفصل انا رايي رابعه نجم ديفلوبيه شويه تو نقول لك في الافلام التونسيه مثلا فما افلام حتى في العالميه فما افلام كي تشوف مشهد تحسوا في وسط الحكايه. ثم افلام تونسيه المشهد باراشيتي اوبس محطوط حتى باش ما نقولكش المنتج يفرق. ثم الف طريقه باش فما الف طريقه باش تصور بها بنيه في بيكيني في البحر. فما الف طريقه معناها فما تحس ما مش موظف المشهد ما فماش حكايه في وسط المشهد. افلام مصريه مثلا شي يقول له اي وعمل لي مشهد كباري معناتها فيلم مصري يزمو غناية في كباري ومرأة تشطح ايا كان الفيلم يحكي على الدروغ على الفن على الكرة فما مشاهد باراشوتيت حتى كيكة هذا اش تقصد هي وشفنا فيلم تونسي سيفري بنية تبدا لابسة مايو مش لازم نقول اسم المخرج دخلت وخرجت من اوتيل هذاك دورها. بليل انت شنو موقفك؟ موقفي ضد لا بالبكيني ولا بشال حتى بالنقاب ضد جملة باش تمشي للتمثيل اصلا. وانا بنتك بابا عمري 25 سنة نمشي للتمثيل من غير ما نشاورك بارك من غير ما تشاور هذيك تبدي في السياد عايشة تشاورني سامحوني عندي سؤال عام وفي كل الاراء اللي ناخذها مش تحسنا كان متخلفين شويه متخلفين انا بيها ونعرف اكثر منها ونعرف الدومين هذه انا كان غدوه فهمتني ولا تتحرك الامور مليح تمشي حلقه ونبطل الخدمه لهنا هذه احلامك هذه انت هذا رايك انت هذا منظورك انت للحياه عند الحق تحلم التمثيل لا هي حره سنه حره التمثيل لا أوكي. ما تقتليش احلامها على تجاربك انت فاشله انت سفيان ما تحبهاش تلبس شنو دونك لا لا انا ضد تلبس شنو؟ ضد العراء والقراء انا ضده. شنو اللي قلنا تلبس؟ تمثل شو اسمه بيكيني لا 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 تلبس بيكيني تمثل كلموها قريب بيكيني قول لك بابا باش تولي نمثل في السينما شنو؟ بيكيني مش بيكيني لا تمثل ما تمثلش انسى بيكيني انسى بيكيني نتفاهموا في حاجه مهمه برشا انه انا مانيش ضد الفن باهي لحظه ولا انه الفن في تونس ولا انه الفن في تونس لا خليك كمل لا احكي معاه لا بالحق فسر له نوف البرنامج نوف ياسر دبلوماسيه وياسر انا هو حر اعطي رايي انا اللي نخدم فيه انا دوما لا مريتوش انا دوما نخدم فيه ضد الفن انا ما نخلصش في هذه ما ياسر حر في البلاتو ياسر حر في ما نخلصش فيه انا بدي كيفك ستوب لحظه شنو خدمه شنو هذه ولكن انا لا سامحني لا هوليود سايبوا شويه بليل ولكن نعطيه في حاجات احيانا رانا هل انت بنتك 25 سنه تنجم تحكم فيها؟ مع سامحني معناتها بالتطور ده بنتك 8 سنين ما تنجمش تحكم فيها. ها بليل يحب يعاقب بنته على تجربه هو الفاشله ما ينجمش هو في التمثيل وفي السينما دونك يمشي يمنع بنته خاطر في مخه وهي باش تعمل نفس التمشي وباش تفشل نفس الفشل ليه تنجم تنجح تبدا في الفيلم في تونس تمشي تعرفش عليها تمشي العرب تمشي لهوليود ما تعرفش عليها خليك متفائل شجعها تحبها تطلع طبيبة هي تحب روحها مثلا في سكوتشي مي تو نو با اترافايي ان سول جور اسكو تفرض عليها ما تنجمش
ما مش نقول ما تحب ما تنجمش تفرض. تو نحكيو مثال وعنا في خلي نقدموا نحكيو مثال ترى نسمعوا سونس انتردي توا وباش نسالكم شويه اسئله وباش نعطيكم مثال مع سامحوني في الكلمه مثال تعيس جدا. الام ما حبتش بنتها تعرس البنيه انتحرت 25 سنه. ردوا بالكم راهو الدنيا مش بسهوله. مش مثل هذه شنو حاب يقول لك حاب يقول لك كي الوالدين يكونوا ياسر متشدين وياخذوا قرار في بلاصه صغارهم. فاهمك 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 لحظه اقصر ما تقصش حالي حتى فما حاجتين مختلفين هنا. هنا طفله حبت وليد ولا حبت واحد باش تاخذه وامها ولا ابوها جابوا ضدها وهذه انا اعتقد معناها انه حاجه هذه اختياراتها هي ونعتقد انها ما عادش موجوده برشا الحكايه هذه ولو انه كنت موجوده وانتحرت الطفله. فما فرق بين انها واحده باش تمشي تقدم في فيلم. راني قلت كلمه ساعدني باش نفهموا بعضنا خاطر ما نسمعوش بعضنا. قلت معنيش ضد انها تخدم في فيلم ولا مسلسل كما قلت انت. يا تكون فهمني مسلسل كما قلت مش نعمل سيكونس بتاع عريانة وبعد سعيدة يومك عيشة فهمت من راجل غادي وإلا تعمل يا إما زاد رول محترم وكما قلت أنت يحترموا فيها معناها إمكانياتها الفنية مش إمكانياتها الجسدية كانت نمشي معك مثلا اخر ما يحبش واضح لا لا ماما قص تخلوا معناها القصان معناها كأني أنا كملت ما كملتش الفكرة واضح قص علي فكرة حسيتها تبدلت اما واضح صحيح ريت والله لكن انتو ما عادش تقص عليه باش تسمع الفكره كامله. يلا نمشيو لسونس انتردي في ساعه مازالوا برشا فقرات اليوم في ديما لاباس. سونس انتردي. الو الو وين ما هاني في الدار وينك انت ما مش عامله يا ما عندي ليك حاجه ليك الفرح مش معي هاي فرحيني عايش بنتك دابا مشيت عديت كاستينغ وقبلوني كاستينج نتاع شنو يا بنايتي؟ فيلم طلياني ياسر يفتق يما حاسينو يما عندي روش نقول لك حكايه ما ان شاء الله معناتها ما تكونش كونتيرها معناتها باهي قولي لي خلنا نسمع هاي عندي قالوا لي باش جيب بيكيني نتاعك حاسينو حضرهم لي انت وكل جيب برشا حاسينو قالوا لي باش يختاروا معايا هما كل خاطر عندي برشا ادوار بالبيكيني وكله خاطر بيكيني نتاع البحر هاي دو بيس وشنو ياخذ باش تمثل صاحبة البطل وهو باش يخونك مع صاحبتك وانت باش تخونه مع صاحبه هكا هو اسمعي وراسمي خلقك وصورك وحطك على الارض يا غير ما تروحي لكن مازال عاد باش تمثل لي كاسينج بتاع بيكيني وتفرحي فيا يعطيك كان دي على منظر كي جي روحي تنوريك البيكيني يعطيك دي ليك وليطاليا معاك والافلامك معاك روحي لي برشا نوريك سونس انتردي والله الام المثاليه تعجبني لا انا نحس فما حاجات مقصوصه فما كلام مقصوص بيان سور شيء لا وعلقت عليها ما نجمتش عاودتها ايوه مش ايطاليا خلي مع صاحبتي خدم والله يوم ما تتصغر تقول ايه مسال تبارك الله على بنتي هاي مش فنانه في كيمياء مش تطلع تمثل رابعه هذه بلاد مش تاع فن والله يا رابعه باللي يجيك نفس السؤال من بنتك بيكيني ومشي لايطاليا شكون ردت فعلك؟ جاوبتك كان مشهد يعيطوا لها على بدنها باش يستغلوا جست جاك نفس التليفون هذا هو باش نقول لها اجا بنتي للدار نحكي وفوالا خلينا نفهم منك اعطيني سيناريوك خلينا نقراوه نمشي انا وياك خلينا نقابل المخرج ونشوفوا ساعه مخرج باهي مش باش يزيدك في كاريرك ولا لا؟ انا متاكد تقابلي المخرج انت ينحي بنتك ويحط يلا نمشي ولا لاباس لاباس في الحصه يلا لاباس مش لاباس الخبر اللي